من ابتدائي واحنا بنسمع عن المبتدأ، ورغم كده للأسف ما زلنا بنغلط فيه. ليه؟ عشان احنا خدنا شكل واحد للمبتدأ وثبتناه في ذهننا، وما خدناش الأشكال الأخرى ولا اتدربنا عليها. لكن حان الوقت دلوقتي بقى ان احنا نعرف جميع أشكال المبتدأ، وان شاء الله سهلة وبسيطة، بس نخلي بالنا انها بتيجي في الامتحانات كتير قوي الأشكال دي. تعال نشوف ايه المبتدأ. الشكل البسيط اللي انت خدته زمان اللي هو زي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة محمد بتعرب مبتدأ مرفوع بالضمة، وبالتالي المبتدأ جه في صورة بسيطة خالص، هي صورة الاسم الظاهر. لكن ممكن المبتدأ يجي في صورة ضمير منفصل زي أنت ناجح، أو هنا المبتدأ أو الضمير أنت في محل رفع مبتدأ، أو هو الله، هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. انتبه، هو أنا بقول هو مش اسم إشارة، فهو ديت يبقى ضمير برضه. لكن ما أقول هذا أخي، اسم الإشارة وقع في بداية الكلام وبالتالي يعرب مبتدأ. يعني ما اجي اعرب هذا، نعربها ايه؟ اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. مبني على ايه؟ مبني على السكون. لكن مش عايزك تركز في النقطة دي، انا عايزك تركز ان اسم الإشارة بيقع مبتدأ. كذلك بقى أولئك، يعني لما نقول أولئك المفلحون، أولئك اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. أيوة، ما هو أولئك وتلك وذلك وهذه وهذان، كل دي أسماء إشارة. هذه الأسماء الإشارة لو وقعت في بداية الكلام تعرب مبتدأ. طب لو ممكن يجي المبتدأ في صورة اسم موصول؟ أيوة طبعا، يعني اسم موصول ما أقول الذي يصبر ينجح، أهي الذي دي طالما جت في بداية الكلام تعرب مبتدأ. على فكرة ممكن تقول من يصبر ينجح، اتحولت هنا الاسم شرط اللي هي من دي، من يصبر ينجح، برضو من هتعرب في محل رفع مبتدأ. شفت المبتدأ بقى ليه أشكال كتير إزاي؟ اسم ظاهر زي محمد، ضمير زي أنت، وكل بقى الضمائر المنفصلة أنا وهي وأنا وأنت وهي ونحن وهم وهن. أسماء الإشارة كلها ممكن تقع مبتدأ، هذا وهذه وهذان وهتان وإلى آخره. والأسماء الموصولة وأسماء الشرط، يعني من يذاكر ينجح، من دي نعربها اسم شرط مبني في محل رفع مبتدأ. كذلك ممكن يقع المبتدأ في صورة مصدر مؤول، يعني ما أقول أن تصوموا خير لكم، عارفين أن المصدر المؤول عبارة عن أن والفعل أو ما والجملة بعده، مش كده؟ يعني أن تصوموا خير لكم بنعربها إزاي دي؟ نعرب أن حرف نصب لا محل لهم الإعراب، تصوموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. خلصت إعراب المصدر المؤول؟ ارجع بقى أقول إيه؟ والمصدر المؤول كله في محل رفع مبتدأ، لأن المصدر المؤول بنحوله لكلمة واحدة. تعال نجرب معايا كده، أقول ها الصيام أو الصوم عادي خير لكم. لو أنت جيت حطيت مكان أن تصوموا الصيام خير لكم، هتعرب الصيام إيه؟ هتعربها مبتدأ. إذن المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، إذن المبتدأ بيجي في صورة مصدر مؤول. وإلا هتحتار جدا لو جاب لك الجملة دي آخر السنة وحط خط تحت كلمة خير. انتبه، يعني ممكن انا ما خدكش بالك خالص ان انا طالب جمله اسميه ولا طالب مبتدا ولا اي حاجه خالص، لا انا هاجي كده وبهدوء اقوم حاطط خط تحت خير واقول لك اعربها. انت عارف معظم الطلاب طبعا هتعربها مفعول به عشان قبلها تصوم. لا يا جماعه، خير هنا خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه، لانك ادركت ان انت تصوم مصدر مؤول في محل رفع ايه؟ مبتدا. على فكرة في حاجة برضو ممكن مثلا، يعني هي مش عندك أو في المنهج، بس برضو خدها كتصور ويزيد تصورك في للجملة. لو قلت مثلا من جد وجد حكمة قديمة، خلي بالك الجملة دي انتبه معايا كده، من جد وجد حكمة قديمة، حكمة دي خبر. ليه؟ عشان جملة من جد وجد كلها على بعضها في محل رفع مبتدأ. ما هو أنا فعلا جبت جملة من جد وجد وأخبرتك إنها حكمة قديمة، يعني دي صورة نادرة جدا للمبتدأ إن ممكن يجي في صورة جملة. المبتدأ نفسه ممكن يجي في صورة إيه؟ جملة. بس أنا مش عايزين نكبر الموضوع ولا نفرعه أكتر من كده. صور المبتدأ متعددة يا شباب، ليس المبتدأ اسم فقط ظاهر من الأسماء التي تعودت عليها زي محمد وأحمد، ولكن المبتدأ خلاصته يأتي اسم ظاهر وضمير واسم إشارة واسم موصول واسم شرط ومصدر مؤول، وقد يأتي جملة كما أخبرتك في النهاية. طيب
لحد كده تمام جدا كده فعلا انت ممكن تعرف المبتدا. لكن ساعات بيبقى فيه حاجه زي المشوشات، انا بقى بقول ايه، بتشوش كده على ذهن الطالب ان المبتدا قد يسبق ببعض الاتي، ملحوظه مهمه يا شباب، قد يسبق المبتدا نفي او استفهام او حرف جر زائد او حرف جر شبيه بالزائد. يعني شوف الامثله اللي قدامك دي، ما قادم الا الضيف، كلمه قادم هنا مبتدا والمال اللي قبلها دي نافية، إذن هنا أقول ما دي حرف نفي لا محل لها من الإعراب. قادم مبتدأ مرفوع علامة رفعية الضم. الضيف دي بيقولوا عليها يعني إن هي فاعل لإسم الفاعل العامل اللي هي قادم وسدت مسد الخبر، هي ما بيقولوها كده. لكن أنا مش عايزك تشغل نفسك دلوقتي بعمل المشتقات، أنا عايزك دلوقتي تركز لي إن كلمة قادم أعربناها إيه؟ مبتدأ، وسبقت بإيه؟ بما النافية. طيب ممكن المبتدأ يسبق بحرف استفهام، انتبهوا للي جاية دي، ما أقول أراغب أنت في العلم أو هل راغب أنت في العلم. طبعا هنا الحرف لا يحسب. يعني إيه الحرف لا يحسب؟ يعني الجملة بدأت فعليا من كلمة مين؟ من كلمة راغب. يبقى راغب دي مبتدأ سواء كان مسبوقة بالهمزة أو بهل. إذن من الممكن جدا ان المبتدا يسبق بحرف من حروف الاستفهام اللي هما الاثنين دول اللي هي الهمزه وهل. لكن ما تقوليش بقى اين محمد تعتبر لي ان اين حرف، لا يا جماعه، جميع ادوات الاستفهام اسماء ما عدا هل والهمزه. إذن انا مش بقول لك ان اي استفهام يسبق كلمه تبقى الكلمه دي مبتدا واللي قبلها حرف، لا انا ما قلتش كده. بقول تاني، إذا سبق المبتدأ بحرف استفهام يجوز أن يسبق المبتدأ بحرف استفهام. إيه حروف الاستفهام؟ هما اتنين مفيش غيرهم، هل والهمزة. لو لقيت هل وراها اسم اعرب الاسم ده مبتدأ، لو لقيت الهمزة بتاعت الاستفهام وراها اسم اعرب الاسم ده مبتدأ. بس تبقى همزة استفهام مش همزة نداء يا شباب. لما أقول أسكان مصر افعلوا كذا، أسكان مصر افعلوا كذا، هذا نداء، وبالتالي سكان هنا منادى. فانتبه لما أقول لما أقول لك تسبق بحرف من حروف الاستفهام أقصد بها همزة الاستفهام وهل الاستفهامي. أيضا من الممكن أن يسبق المبتدأ بما يعرف بالحرف الجر زائد، بالحرف الجر الزائد زي من مثلا. يعني ساعات نقول هل من أحد في الدار، تعالى كده نحسب الجملة كده كأنها رياضة كده، هل دي حرف لا محل لها من الاعراب، ومين دي حرف جر زائد، ليه ايه اللي عرفك انها زائد؟ ممكن تشيلها خالص من الكلام وتنطق الجمله ازاي؟ ها، هل احد في الدار. يعني هنا حاجتين سابقين المبتدا، اداه استفهام او حرف استفهام، عفوا حرف استفهام اللي هو هل، ها، وحرف الجر الزائد اللي هو ايه، اللي هو من، ومع ذلك كلمه احد تظل مبتدا. ودي بقى من الجمل اللي يعني فيها المشوشات عليها كتير، فانتبه لان جت قبل كده في امتحان ثانويه عامه وقال له استخرج حرف ايه، حرف جر زائد، وكانت شبيهه جدا بهذه الايه، بهذه الجمله هل من احد. كذلك في كلمه كده يعني بتتداول بين الطلاب وبعض الكتب الخارجيه، يقول لك ايه، بحسبك لقمه، بحسبك لقمة. يعني ايه بحسبك لقمة؟ يعني كافيك لقمة. فيقول لك الباء دي حرف جر زائد، الباء مع كلمة بحسبك احفظها، دي ملحوظة، يعني مش قاعدة، دي ملحوظة ومعلومة احفظها. الباء مع كلمة بحسبك زائدة، وتعرب كلمة حسبك مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة، بس بنعربه في الحالة دي بتبقى العلامة بتاعت المبتدأ مقدرة. يبقى هل من احد، احد هنا تعتبر ايه، مبتدا مرفوع بالضمه المقدره، ده اسمه مسبوق بحرف جر زائد. قد يكون حرف الجر الزائد من، وقد يكون حرف الجر الزائد الباء زي ما قلنا كلمه بحسبك. نيجي بقى لايه، لحكايه حرف الجر ايه الشبيه بالزائد ده. هو حرف واحد في اللغه العربيه نحفظه، الحرف ده اللي هو ربا، ربا بمعنى ربما، يعني اللي احنا بنقول عليها ربما تفيد القله او الكثره حسب السياق. ما قول رب اخ، شوف اخ دي تحتها كسرتين ايه، ومع ذلك مبتدا، رب اخ لم تلده امي، اخ هنا نعربها مبتدا. طب ثبت المعلومه في دماغك، ثبتوا جميع المعلومه في دماغكم، الاسم الواقع بعد رب دائما يعرب مبتدا مرفوع بالضمه او بعلامه مقدره. الاسم الواقع بعد رب زي الاسم الواقع بعد لولا، لو تفتكر ما اقول لولا العلم ما تقدمنا،
العلم مبتدا خبره محذوف، وهنبقى نتناول النقطه دي بعدين. ايضا من ضمن الثوابت زي ما بعد لولا بيعرب مبتدا، ايضا بعد رب بيعرب ايه؟ مبتدا. يبقى اذا رب بنسميها حرف جر شبيه بالزائد. مش مهم يعني ايه دلوقتي، خليك بس احفظ المصطلح العلمي دلوقتي عشان التفريعات ما تزيدش والمعلومه الاساسيه تفضل في دماغك، ومش هيجي يسالك يعني ايه حرف جر شبيه بالزائد. المهم ان رب دي اسمها كده حرف جر شبيه بالزائد، وما بعدها بيعرب ايه؟ بيعرب مبتدا. رب صدفه خير من الف ميعاد. رب حرف جر شبيه بالزائد، وصدفه مبتدا مرفوع بالضمه المقدره. اظن كده انا بررت لك الكسرتين اللي موجودين. لما اقول رب صدفه، رب اخ، ايوه ده اسمه ايه؟ زي كسر عارض يعني مش اصلي، يعني ده بسبب حرف الجر الشبيه بالايه؟ بالزائد. لكن المبتدا الحقيقه ان هو مرفوع بضمه مقدره، ما قدرتش الضمه تظهر عشان المكان بتاعها مشغول بحركه حرف الجر الايه يا شباب؟ الزائد، او الشبيه بالايه؟ او الشبيه بالزائد. يعني كلمه احد اللي هل من احد في الدار بنعربها مبتدا مرفوع بالضمه المقدره، وكلمه اخ برضو نعربها مبتدا مرفوع بالضمه المقدره. واشرنا الى ان ما بعد لولا يعرب ايضا مبتدا، لكن عادي مش مرفوع بضمه مقدره. اللي بعد لولا عادي، لان لولا مش حرف جر، لولا اسمه حرف شرط، فاللي بعدها عادي بيتعرب مبتدا. يوم اقول لولا العلم اقول عادي جدا العلم مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه. خلاصه القول يا شباب ان المبتدا ياتي اسم وياتي ضمير وياتي اسم إشارة ويأتي اسم موصول ويأتي اسم شرط ويأتي مصدر مؤول وقد يأتي جملة، كما ضربت لك المثل بمن جد وجد حكمة قديمة. أيضا خلي بالك من المشوشات اللي ممكن تلخبطك في المبتدأ وما تاخدش بالك منه. خلي بالك أن المبتدأ ممكن يسبق بنفي، خلي بالك أن المبتدأ ممكن يسبق بحرف من حروف الاستفهام اللي هي همزة أو هل. خلي بالك أيضا المبتدأ ممكن يسبق بأحد حروف الجر الزائدة زي الباء في بحسبك أو من في قولك هل من أحد. وقد يسبق المبتدأ بحرف جر شبيه بالزائد، وهو ما هو حرف جر وحيد تحفظه اللي هو رب، وما بعد يعرب مبتدأ مرفوع بعلامة مقدرة. وأشرت إليك أيضا أن ما بعد لولا يعرب يا شباب، يعرب مبتدأ وخبره محذوف كما سوف نعلم. فدي المعلومات المهمة عن المبتدأ.